مدرك هذه الحقيقة عن أنفسنا، سنأخذ استراحة قصيرة وعند نعود أود أن أعرف كيف يؤثر الخوف على الموالين تجاهه. سأعود بعد خمس. تم تعليم معظم الناس الشجين اليوم أننا مستحيل نأخذ كاميرا على الطريق، وهذا بدوره مبررات مخالفة الأسرة والرادمة والتوقف عن حفظ الأعياد نحو وأكل اللحوم النجسة وتبني الأعياد الوثنية، وبالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الممارسات التي يحضرها الكتاب المقدس. لقد سمر شيء ما على الصليب بالتأكيد، لكنه لم يكن أمامك الإلهي. إن جميع الحكومات ترتكز على سيادة القانون، ويتوجب عليها أن تفعل ذلك، وإلا فستعم الفوضى. حكومة السماء ليست مختلفة، لنعرف بالضبط ما الذي سمر وما الذي لم يسمر على الصليب. قوم بزيارة موقعنا الإلكتروني www.word.lethand.com/arabic وانطلوا على الرمز radio.word.lethand، ثم انزلوا صوب الأسفل باحثين عن حلقة بعنوان ما الذي سمر حقا على الصليب. تعلموا الشيء، لكنه جميل، وأكثر من ذلك إنه يتفق مع بقية الكتاب المقدس. ابحثوا عن حلقة بعنوان ما الذي سمر حقا على الصليب، كما يمكنكم الاستماع إليها على يوتيوب. إلى الذين بدأوا للتو بالاستماع إلى